ونعود إلى أخبار المنتخبات الوطنية، حيث أجريت في العاصمة المصرية القاهرة أولى الحصص التدريبية لمنتخبنا الوطني الأول والأولمبي، والذي يخوض معسكرا خارجيا إعداديا للاستحقاقات المقبلة. المعسكر الذي يقوده المدير الفني سكوب وطاقمه يجري تدريباته على أمل أن يصل اللاعبون إلى الجاهزية الكاملة قبيل اللقاء الودي الذي يجمعهم مع الإسماعيلي المصري. سكوب تحدث للاعبين على أهمية المرحلة القادمة للمنتخبات في الاستحقاقات الآسيوية وضرورة التقديم الأفضل وحثهم على الجدية خلال التمارين لينالوا ثقة الجهاز الفني وشرف تمثيل المنتخب الوطني. وركزت الحصص التدريبية التي يجريها الجهاز الفني على الاستفادة من الكرة الثابتة إضافة أسلوب اللعب الخاص بالمنتخب في مبارياته المقبلة أمام الإسماعيلي.